السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن المتطوعون في فريق NBC أندونيسيا مكتب فلسطين. مكتب NBC فلسطين يضم أكثر من 80 عامل فيه ما بين ذكور وإناث، منهم المتطوعين ومنهم الموظفين. ومن هنا نبرق بالتحية، كل التحية والشكر والامتنان إلى إخواننا في أندونيسيا وهنا في قطاع غزة، إلى أخينا الأستاذ عبد الله أونيم في هذا الإفطار الجماعي، فشكرا جزيلا له ولNBC أيضا. بارك الله فيكم. تريما كسي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد، ومعي بهذا شاهد ودليل، ودليل. أما الدليل، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيل يا رسول الله. وعلى الكاتب أنادي، ها قوموا يا أحبابي في بطن ذاك الوادي، قد طاب رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومدحت بطيبة طه، ودعوت هناك الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قمر سيدنا النبي قمر، الله الله، وجميل وجميل، الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست آياتي.